صفقات عملت بوم. هل النهارده هيعتمد على مين؟ هي صعبه بالنسبه لنا. في لعيب بيكبر بالنادي اللي بيروح. كل تحركات محمد شريف مميزه جدا. البنك الاهلي داخل بتارجت مختلف، سيراميكا داخل بتارجت مختلف. اتوقع الاهلي هيبدا بدايه كويسه. هتضحك لمين؟ هتضحك للي جاهز. الاثنين. الاثنين جاهزين. الاثنين جاهزين. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ارحب بضيوفي ونجومي. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. مبروك الرجوع للزمالك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف. اول حلقه بعد ما وقعت. يعني مش مهم الرجوع قوي، مهم الزمالك نفسه. يا رب ان شاء الله. لا الزمالك ان شاء الله باذن الله يرجع والامور تمشي زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن هشام. كابتن سيف ازيك؟ ربك دايما. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس. بسلم على حضرتك وعلى كل متابعينك وعلى كابتن خالد غندور. حبيبي يا كابتن هشام. الف مبروك. يا رب دايما يوفقه يا رب. الله يخليك. منتخب الشباب الناس زعلانه. اكيد طبعا. هو اعتقد ده اسوأ نتيجه في تاريخ الكره المصريه، يعني اسوأ نتيجه. ما حصلتش قبل كده ان انا منتخب شباب او منتخب ناشئين يتغلب ماتشين ويتعادل ماتش ومنهم 4-0 على ارضه. عندك اسباب؟ يعني على فكره انا مش عايز اظلم الولاد. الولاد فيهم لعيبة كويسة جدا، لكن كان لازم الفرقة دي تلعب ماتشات ودية كتير. الفرقة دي مش متعقدة. الفرقة دي لعبت كام ماتش؟ النهاردة حازم امام قال لي قبل الهوا انها لعبت حاجة و40 ماتش ودي. ما هي الواضح يا كابتن سيف ان هم مش حافظين حاجة. يعني واضح ان مفيش حاجة، مفيش جملة، مفيش حاجة. لعب عشوائي. تحس انا بتفرج على الماتشات لعب عشوائي، الناس بتطفش، الناس بتباصي بالصدفه. الناس ما بتخلقش فرصه. انت خايف يا كابتن سيف، انت لعبت الثلاث ماتشات يا كابتن سيف ما جبتش جول. صح. على ارضك. يعني فاهم قصدي؟ وبالتالي يعني خلاص احنا انا ما بحبش اقعد انتقد كتير، خصوصا الجيل الصاعد ده. لكن انا متاكد ان منهم لعيبه هيكونوا مميزين الفتره اللي جايه، ولكن للاسف الانديه ما بتعلمش حاجه في قطاع الناشئين والشباب بما فيهم اكبر الانديه. صح. هشام. يعني اكيد هارد لك طبعا منتخب مصر، ومش عايز اعلق الشماعه لحد بعينه. اقول مين السبب في ده، لكن في النهايه هو جيل القماشه فيه ما كانتش احسن حاجه. يعني في اجيال بتيجي يا كابتن في الكره المصريه ممكن تبقى افضل اجيال. قيس على كده منتخبات كثيره سابقه يعني. فهو جيل اتظلم لان ما فيش لعيبه فيه كويسه. موضوع انك تلغي 2004 ده اثر بشكل كبير. انا شايف ان كان ممكن يبقى ليهم فرصه، لان الجيل ده فيه لعيبه كويسه ماتت. لو رتبت الازمه، اتحاد الكوره ولا قطاعات الناشئين في الانديه ولا اللعيبه في المنتخب ولا الجهاز الفني؟ ما لو هنرتبها يا كابتن، هي مشكله ان انت قضيت على جيل، فبيجي لك قرار من اتحاد الكوره ان انا هلغي المسابقه ديت. فانت ضيعت جيل. ممكن يجي مدرب. المشكله عند مين؟ لا هي منظومه كلها. المنظومه كلها. انا شايف كده. لكن اهم حاجه قول سريعا. اهم حاجه اتفضل. لا عشان سريعا لو هيطلع سريعا هرجع له تاني. لا هرجع لك. اهم حاجه قطاعات الناشئين رقم واحد. المدربين. اختيار المدربين مهم جدا. صحيح. لان اختيار العين اهم حاجه. كابتن محمود جابر كان الافضل للفتره دي. انا مش هقدر الوم حد بعد سنتين ونص اقول لك الافضل ولا مش الافضل. لو مش الافضل كان اتحاد الكوره كان لابد من الاول. انت من وجهه نظرك الفنيه؟ لا انا شايف ان هو اشتغل في حدود امكانيات الفرقه واشتغل في حدود امكانياته. طبعا هو الجهاز كله محترم، فلكن في النهايه انت اخذت النتيجه اللي في الاخر السلبيه، خروج منتخب مصر بالشكل السيء للغايه. فانا لو كان عندي ترتيب لا يبقى بعد كده كان من الاول. يعني لو انت مسؤول في اتحاد الكوره دلوقتي ايه القرار اللي تاخده؟ استقيل. انا مختلف معاك. مين اللي يستقيل؟ ماشي. هو لو 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 مسؤول في اتحاد الكوره انت لو مسؤول. لا هعيد ترتيب البيت من اول وجديد. انا قصدي الروشتة. يعني هعيد ترتيب البيت من اول وجديد. اول قرار بقى سيبنا أول قرار من اعاده الترتيب. عايز اللي بيتكلموا في الكوره بس هم اللي ياخدوا القرار. واعمل لجنه خماسيه ثلاثيه مع حازم وبركات. لجنه تانية تيجي من بره اجيال مختلفه. يبقى عندهم قرار. يتدخلوا في الراي الفني. انا بكلمك بجد. انا ليه قلت يا كابتن سيف لو انا مسؤول استقيل؟ مش معنى ان انا بستقيل انا عندي مثلا 6 7 8 في الاتحاد.
ممكن يكون في اتنين تلاتة مميزين جدا تمام، شطار وعندهم خبرات وكده، ولكن مفيش هارموني ما بين السبعة. في واحد بيروح يمين، واحد بيروح شمال، واحد يعني مفيش هارموني ما بينهم. فيعني انا مثلا شايف حازم امام حاجه واجهه مميزه جدا، شايف بركات، انا عشان دول زمايلي ولعبوا كوره واخواتي الصغيرين ودول دخلوا المجال وكده، وفي ناس على فكره كمان محترمه ما لعبوش كوره موجودين في المجلس، لكن مش حاسس ان في هارموني ما بينهم. تمام، رايك في اداء الاهلي في جمله واحده لحد ما نرجع بعد الفاصل؟ سان داونز قادر على العوده بشكل قوي. رايك في اللقاء يعني، رايك فنيا؟ فنيا الاهلي كان كويس، وسان داونز فرقه كبيره جدا يعني. الزمالك الماتش اللي فات كان سيء، كان سيء. نطلع فاصل ونرجع نعرف بالتفصيل ليه الاهلي كان كويس ليه الزمالك كان سيء بعد الفاصل. الموضوع اصلا فني بحت، ما اقوى منك بكتير، ما فيش خطه، ما فيش اي حاجه يعني. مش اهلي وسان داونز، لا ده هم تكتيك وفني وبيلعبوا كوره على ارضك. على ما اعتقد احنا هنروح هناك هنخسر اكتر من كده بكتير. ده نازل واقع في الشوط الاول بدنيا اصلا، ما فيش غير حسين الشحات اللي بيلعب، محمد هاني مش موجود بدنيا، نص لعيبه قفشه، مش عارف يعني. هو الماتشات اللي فاتت مش موجود، انت بتنزله تاني ليه؟ انت المفروض تصير، انت اصرار غريب جدا لو ينزله تاني. هو انا متاكد ان لما يروح هناك ما اعتقدش انه هيكسب خالص، بس هو ممكن يسعد تاني، وان شاء الله يعني اكيد من دول الثمانيه هيظبط الاداء يعني. هو الاداء حلو والله، بس المشكله بس في اقناع المدرب باللعيبه. في واحد زي بيرستاو ده المفروض اللي هو ما يلعبش 90 دقيقه اصلا، المفروض ان هو في واحد مثلا زي حسين الشحات كل مره بيبقى نجم الماتش وبيركن ليه؟ ده استفهام على المدرب. المدرب حلو وكلنا معاه، بس ليه حسين الشحات كل مره بيبقى نجم الماتش وبيركن؟ ركله الجزاء برضه اللي ضيعها محمد هاني هي عدم توفيق بس منه، كان المفروض ان علي معلول برضه واحد خبره يعني، المفروض هو اللي يلعب الجزاء، بس الحمد لله عدم التوفيق. ان شاء الله الاهلي حظوظه افضل، لمباراه متاجله ان شاء الله وهيعمل فيها حاجه باذن الله، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني اللعيبه تفوق وتحس بالجمهور بجد، لان حرام اللي بيحصل من اللعيبه ده. والله انا شايف الاهلي يعني هو كان في ايده يكسب، هو اللي يعني هو اللي حاطط نفسه في الكلام دوت يعني، هو اللي مصعب الدنيا على نفسه يعني. ضربه الجزاء كان خلاص الاهلي كسب، في يعني حسين الشحات كان يشوطها يعني، في كذا لعيب، علي معلول، في ناس فايقه يعني، فهو اللي بيحط نفسه في الحاجات دي يعني، هو اللي حاطط نفسه، هو في ايده يكسب والله يعني، هو اللي مضيع يعني. دي وجهات نظر الحقيقه الشباب، ويعني وكلهم ونسبه كبيره جدا منهم الحقيقه بيتكلموا في الكوره بشكل جيد جدا. ليه الزمالك سيء؟ الزمالك سيء لان نص الملعب كان وحش قوي يعني، نص الملعب كنا سايبين الاستحواذ للفريق الاخر، وده طبيعي ومنطقي ان انت بتلعب في الترجي وسط جماهيرهم، ان انت بتسيب لهم الاستحواذ وبتلعب على هجمه متتاليه. الزمالك سيء، ما ظلمتش اللعيبه ولا ده؟ لا يا كابتن سيف، اصل ده الزمالك يا كابتن سيف يعني، انت ما تيجي تتغلب 2-0 وقبليها اتعادل مع المريخ واتغلبت على ارضك، ما هو انت في النهايه اللعيبه مش قادره ترجع. خالد ليه كل المباريات دي؟ لان السكواد والتركيبه مع بعض مش ماشيه. كابتن سيف كانت ميزه الزمالك السنه اللي فاتت مع مستر فيريرا ان هو كان فرقه جماعيه. الزمالك كمان فقد مجموعه من اللعيبه المميزه جدا، ما قدرش يجيب البديل اللي في نفس المستوى او اقل سن حتى او افضل يعني. انت سبت على مدار 3 سنين اللي فاتوا، سبت مصطفى محمد، سبت اشرف بن شرقي، سبت فرجاني ساسي، سبت امام عاشور، البدائل مش على نفس حتى اللعيبه اللي مشيت. بص يا كابتن مثلا، انت النهارده انت مشيت عمر السعيد مثلا، مشيت اسلام جابر، مشيت رزاق سيسيه، مشيت يعني اللعيبه اللي هي افضل من اللي موجود يعني مثلا لو انا بقارن مثلا رزاق بسامسون اكيونولا من وجهه نظري يعني رزاق احسن، مع ان رزاق مش 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 جامد يعني، ما كانش جامد مع الزمالك. فانا قصدي ايه، طارق حامد، ابو جبل يعني، قصدي ايه اللعيبه دي لعيبه تقيله
انت متخيل انت ما يكون معاك في الملعب مصطفى محمد وفرجاني ساسي وطارق حامد في نص الملعب وامام عاشور بس من غير كل دول الزمالك كسب الدوري. انا بقول لك اللعيبه لعبت بطريقه جماعيه وتحت والمهاره الفرديه تحت بوتقة الجماعية اللعب الجماعي. لكن دلوقتي تحس ان الزمالك اما بيستحوذ على الكورة بيفقدها بكل سهولة، والزمالك اما بيفقد الكورة بيلاقي صعوبة في انه يقطعها. يعني انت خامة اللعيبة المشكلة، الزمالك في احتياج للعيبة كواليتي مختلف؟ طبعا الزمالك محتاج لعيبة كواليتي مختلف، ومحتاج اجانب. يعني شوف رغم كل الكلام ده انا شايف ان حمزه المسلوسي هو افضل اجنبي موجود في الزمالك لغايه دلوقتي. كابتن هشام الاهلي؟ الاهلي انا شايف ان هو طبعا الناس كلها اراء الجماهير بصراحه ناس محترمه جدا واتكلموا كويس جدا جدا، واهو ادي راي الشارع. فاحنا لما بنيجي نتكلم الناس بتنتقدنا عشان احنا بنقول حاجه شايفينها، فكل واحد ليه رايه. لكن في النهايه انت رايك ايه؟ رأيي ان النادي الاهلي عمل ماتش سان داونز كويس، الهلال وحش جدا وسيء للغايه. يعني هو الهلال بالنسبه لي اسوأ مباراه. يعني هي مباراه مقنعه ليك فنيا؟ مقنعه فنيا، والدليل على ان انت قدرت كنت تبقى كنت كسبان 2-1 وهم تعادلوا. ضيعوا فرص، فرقه كويسه جدا وفرقه سريعه في الريتم بتاعها، متحكمه في الريتم الاداء، بتبدا الهجمه من تحت قوي من عند خط المرمى. ده في ضغط الاهلي وصل له على 8 على الستة ياردة وطلعوا بيها لغايه قدام. صح. بيعملوا كل حاجه في الكوره يا كابتن وبيمتعوا نفسهم. ما عنديش شك. يعني تدي سان داونز كام في المباراه؟ كام من 10؟ سان داونز لا، ما هو لو كسب اديله 10 من 10، لكن هو عشان ما كسبش. انا بكلمك على الماتش، على نتيجه الماتش. يعني ماشي، ما النتيجه ما هو 2-2. ايوه، هديله كام من 10؟ هو اداؤه هديله 8 من 10. والاهلي 8 من 10. والزمالك الاثنين. الزمالك خالد قال فيه مشاكل، طبعا الزمالك فيها مشاكل، لكن هديله 5 من 10. الاهلي كام من 10 خالد؟ 6 من 10. وصن داونز 8 من 10. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع كابتن خالد وكابتن هشام. سؤال دايما الناس بتتساءله، الاماكن اللي فيها ضعف او فيها ندره في الدوري المصري، اي فريق ما عندوش مهاجم بقت ازمه ومشكله. هو بيني وبينك هو بقى في ندره في كل الاماكن. ليه؟ كل الاماكن ايه؟ والله العظيم ما بهزر، والله ما بهزر. طب هسالك سؤال، هل في مصر في باك رايت جامد؟ محمد هاني. تاني تاني، هل في مصر في باك رايت جامد؟ طب انا قلت محمد هاني. محمد هاني واكرم ايه الغلط في كده؟ ما انا قلنا لك محمد هاني اكرم وخالد عبد الفتاح جاي لما هي جاي. بس في ناس خلي بالك يا كابتن لما بتلعب في اهلي وزمالك بتعلى، لما كانت في انديه ثانيه ما حدش بيتكلم عليها. كابتن سيف مره ثالثه، هل في مصر ما قال لك انت في باك رايت جامد؟ حضرتك شايف ان في باك رايت جامد؟ باك رايت بيطلع وبيغطي وبيعدي وقوي وسريع وبيعدي وبيعمل اوفرلاب وبيرفع اوفرات وبيرجع يدافع بقوه وبيغطي فيه؟ لا انا بسالك انت رايك ايه؟ لا انا ما انا يعني انا هسيب الناس، انا مش هقول رايي، انا هسيب الناس. طيب هسالك تاني، هل في مصر في باك ليفت جامد؟ فتوح. طيب طب اغيرهم لك؟ إيه؟ انا مش عارف. طب انت معترض على ايه يا كابتن؟ انت ما هي لعيبه جامده، دي لعيبه كويسه كابتن. كابتن في فرق بين، بص يا كابتن سيف انا بكلمك على مستوى المنتخب ومستويات عاليه جدا جدا. طب انت الاثنين مش لعيبه كويس. في فرق يا كابتن بين لعيب كويس ولعيب جامد، لعيب جامد تقيل في يعني الملعب. يعني انت رايك ان فتوح لعيب كويس؟ طبعا. الشعب شايف لعيب كويس مش جامد؟ عبد الشافي كبر خلاص دلوقتي. احنا بنتكلم على المكان ده كان فيه عماره، كان فيه سيد معوض، كان فيه احمد رمزي، محمد كان فيه ربيع ياسين. رايك ان ده رايك ان ده مش موجود؟ محمد عماره ملحقش الله يرحمه. يعني انت عاوز تعلي عليه وخلاص. اول اسم قاله عماره، قاله كان محمد عماره. انت عايز تقول لي عماره بس ان انا والله ما نسيت. والله قلت لك ركز معانا يا كابتن. محمد عبد الوهاب نمره 2. بص يا كابتن سيف لو احنا تعالى انا عايز اقول لك مين اللي جامد. فما تيجي تقول لي مثلا احمد فتحي في عزه كان باك رايت جامد، تقول لي على باك ليفت سيد معوض في عزه كان جامد. كان بنتكلم على ديفندرات حسني عبد ربه ومحمد شوقي، حسني عبد ربه ومحمد شوقي، حسام غالي،
يعني بنتكلم على عصام الحضري في حراسة المرمى، يعني انت بتتكلم على راس حربة، انت بتتكلم بقى ما تقدرش تقارن على حسام حسن بعصام الحضري. لا طبعا عصام الحضري افضل بكتير. يعني حسام الشناوي حارس كويس ماشي صح، بس هو خد وقت. كلمة ابو تريكه بنتكلم على محمد زيدان، لا وقت ايه، بنتكلم على حازم امام، بنتكلم في اللعيبه، بنتكلم على قبل 2006 على احمد حسام ميدو. استنى بنتكلم على احمد متكي، ما هو ده صح، بس قبل 2006 ده من اول كام لغايه كام؟ قول لي تواريخ بس. ماشي، ده اللي انا بقوله لك. انا ما تيجي تقول لي انا عشان بس ما نقعدش نجادل وخلاص، عشان بس يعني القصه مش راس حربه بس. مفهوم القصه مش راس حربه بس. كلام خالد منطقي واحترام. انت عندك وجهه نظر اخرى ان في الاسامي دي موجوده دلوقتي، في لعيبه كويسه يا كابتن؟ قول لي اهم حاجه. لا سيبك من اهم حاجه، قول لي لا يا كابتن دلوقتي. لما في الباك رايت بتاع الاتحاد السكندري، انا مش عارف اسمه دلوقتي، مش حافظ، هشام صلاح لعيب كويس جدا وقوي يا كابتن، زي ما انت بتقول كده. ماشي، انا بقول لك هيبقى كويس، خد مني. طيب يا كابتن، احنا مش فايق. يبقى احنا دلوقتي في مقارنات بالاسامي اللي هو قالها دلوقتي مع الوقت. انا يا كابتن مش بتكلم في الناشئين، انا بتكلم اللي هم الكبار مع الوقت يا كابتن. هو انا بتكلم في كده، انا بكلمك على الكبار. كابتن انت دلوقتي عندك الجيل اللي موجود دلوقتي باسامي اللي هو قالها، عندك عماد متعب دلوقتي، عندك حسن دلوقتي، عندك فتحي دلوقتي، عندك رمزي دلوقتي، عندك حازم دلوقتي. يا كابتن مفيش دلوقتي يا كابتن، ما بقول لك مع الوقت. ما لو هرجع بالزمن حتى مش على الجيل اللي مع الوقت ماشي، الجيل اللي كان بيلعب فيه خالد. مع الوقت هنحضر، مفيش. بتكلم دلوقتي. لا مفيش. احنا دلوقتي مفيش يعني، بس انا قول لي مكان نقول لك فيه. الشناوي ولا الحضري؟ لا الحضري دلوقتي. لا الحضري يعني الحضري، بس الشناوي جون كبير. كابتن سيف احنا وصلنا، معلش انا بتكلم سيف، احنا وصلنا نهائي كاس الامم ازاي وعمالين ندافع بالصدفة يعني؟ طبعا بندافع وبنلعب ضربات جزاء، بنلعب 120 دقيقة بنوصل. هي الكرة الخماسي النهاردة يا كابتن بقت فيها متعة؟ النهاردة ماتش السنغال، السنغال بتعمل قدامها ازاي؟ كاس عالم اتفرجنا على ماتشات يا كابتن هشام. لا اللي هي بتعتمد على ايه؟ لا في كاس عالم اتفرجنا على ماتشات. لا المغرب بتلعب كورة، الأرجنتين بيلعبوا كورة، فرنسا بتلعب كورة. ممكن تديني بس دقيقة بس اتكلم فيها بس دقيقة؟ ده أسلوب لعب، شمال أفريقيا عنده أسلوب لعب. كابتن هشام بلاش، ده بقت طريقة اللعب العالم. ده أسلوب لعب وطريقة. لا يا كابتن في فرق، أنت ما عندكش مدرب ينقلك النقله دي. كان عندك كابتن حسن شحاته. قصدي هنا انت هنا. ايوه طب انا هنا. طيب انا كابتن كده، ما عندكش مدرب ينقلك وينقل اللعيبه دي لمرحله كابتن حسن شحاته. كابتن في لعيبه ما بتعرفش تقف، في لعيبه ما بتعرفش تتحرك. بس هو بيتكلم برضه على اجيال مختلفه، ان انت ما عندكش بدائل. كابتن انت احنا بنتكلم دلوقتي على ماتش السنغال اللي اتغلبنا فيه 4-0 امبارح. الشباب امبارح دول مواليد كام؟ 2003 يعني 18 سنه 19 سنه 20 سنه تمام 19 وشويه او 20 سنه. في منهم 2003 2004 ماشي 19 20 سنه. هو جابي اللي بيلعب في منتخب اسبانيا عنده كام سنه؟ او 2004 2004 ما هو ما جاتش. وفي لعيب في اسبانيا انسو فاتي كام سنه؟ الناس دي كام سنه؟ امبابي هو بيلعب كاس عالم. امبابي جاب 10 تجوان في كاس العالم ولسه ما تمش 24 يا كابتن. هو زيدان احترف امتى يا كابتن؟ احمد حسام احترف امتى؟ محمد صلاح احترف امتى؟ كل ده صغيرين احترفوا هم صغيرين. بس الموهبه تظهر من سن 16 سنه 17 سنه، والموهبه تحتاج للثقل في سنه او سنتين. لكن تمام. انا بقول لك من دلوقتي جيل 2003 ده اللي جاي، جيل 2006 ده اللي جاي، الجيل اللي الموجود دلوقتي. احنا افريقيا بتقوى عننا بمراحل بخطوات. سنغال كل النهارده 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 كل اللعيبه اللي بتلعب في السنغال دلوقتي في منهم 10 هيحترفوا بعد البطوله. 10 هيحترفوا بعد البطوله. ما عندكش ولا لعيب محترف غير عندك بلال المصري عبد الرحمن. انا مش مختلف معايا يا كابتن في اللي بيقوله. لا لا لا, لا, لا احنا عندنا دلوقتي جيلين. احنا ما عندناش جيل. المفروض ان هو في منتخبين المفروض ان هم هيتعملوا قريب 2005 و2008. المفروض النهارده يا كابتن يبقى عندنا نظام بقى جديد ان احنا نعرف نختار. يعني انت كده بتعيد كلام. لا في حاجات وحاجات. بتقول المنتخبات الصغار لازم نهتم بيها عشان طبعا ماشي صغيره لكن مش على الكبير. احنا بنتكلم على احنا ما عندناش خطط لتطوير. بص يا كابتن الناشئين اللي ابوه دكتور واللي ابوه مهندس واللي ابوه ما اعرفش مين لازم يتقيد، والمدربين بيتشالوا لو في واحد واسطه ما تقيدش. والقطاعات الناشئين والشباب كلها بقت واسطه في واسطه في واسطه، وبقى لعيبه تلاقي لعيبه في الزمالك او في الاهلي ما بيعرفوش يلعبوا. لكن انت خلينا ندينا بس روشته. ماشي مش خلي سيبنا مختلف. خلينا بس ندينا روشته. احنا محتاجين نهتم بالناشئين عشان نطلع اجيال كويسه. نهتم بالناشئين عشان نطلع اجيال كويسه. نهتم بالمدربين ونثقلهم وندربهم ونعلمهم. صح. محتاجين حاجات كتير قوي. برافو عليك. صح دي برافو عليك.
نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل يكون كابتن خالد هدي ويكون كابتن هشام جاب له حاجه يشربها بعد الفاصل. نرجع تاني والسؤال دايما اللي بنتكلم عليه وخصوصا في الظروف او في التوقيتات دي للمستويات الفنيه. كابتن هشام الدوري خلص؟ الدوري خلص لا لسه. لسه؟ اه. المنافسه بين الاهلي والزمالك ما زالت، ده رايكم على طول ما بتغيروش. اه. ما زال برضه؟ ما زال طبعا. طبعا. بيراميدز وفيوتشر في الصوره في الدوري في الصوره الأرقام. في الصوره طبعا، هم في الصوره بشكل قوي كمان. بس الماتشات الجايه صعبه جدا يا كابتن، كل ثلاث ايام وضغط مباراه كبير جدا جدا، فاعتقد اهو فيوتشر في افريقيا اديك شفت حصل ايه، وفي بيراميدز يعني بقى في ضغط هم ما كانوش متعودين عليه. فالنهارده بقى عندهم ماتشات زياده، فعندهم لسه حاجات كتير، فانا اعتقد ان لسه الدوري ما خلصش. خالد الاهلي بطل الدوري والتنافس على المركز الثاني هيكون ما بين بيراميدز والزمالك. ده توقعاتي. ليه طلعت فيوتشر من الحسبة؟ فيوتشر موجود في المربع الذهبي يعني. ليه طلعته من المنافسة على التاني؟ أول مرة يشارك، النهاردة خسر من الجيش الملكي، وأول مرة يشارك في أفريقيا، فبيلعب كأكتر من بطولة مش متعودين عليها زي السنة اللي فاتت. إن دي توقعاتي يعني، إن هي الدور التاني بيبقى دور صعب جدا والنقطة فيه غالية قوي. توقعاتي النادي الاهلي خلاص يعني بفارق مريح، حتى الماتشات الاخيره دي اعتقد بيراميدز تعادل وفيوتشر تعادل مع والزمالك عنده الماتش اللي جاي بيراميدز، ففي فريق منهم هيفقد نقاط او الاثنين ممكن يفقدوا نقاط، فلا والاهلي عنده الداخليه، فيعني اتوقع النادي الاهلي يعني اقرب بكتير. اجابه السؤال الجاي ده اه ولا واجابات سريعه، شايف ان الزمالك يقدر يعمل ريمونتادا في البطوله الافريقيه؟ لو اللعيبه عايزه تتوقع الزمالك عنده الترجي على ارضه وعنده المريخ على ارضه وعنده شباب بلوزداد. هل بايد الزمالك يصعد؟ اه بايد الزمالك يصعد، بس بايده. بنسبه كام في المية من وجهه نظرك؟ 50 50. والاهلي؟ الاهلي 60 40. 60 40. كابتن هشام الزمالك يرجع؟ اه يرجع بنسبه، اتفق مع خالد بنسبه 70%. 70%. والاهلي؟ الاهلي بنسبه 80%. 80% يصعد. اه طبعا. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. السؤال ده ناس كتير قوي بتفكر فيه، ولكن الاجابه ممكن يكون عند الكابتن خالد. هل فيريرا هو الحل لنادي الزمالك في التوقيت ده؟ هو السنه دي انا من وجهه نظري انا ضد تغيير دلوقتي خالص. لان انت السنه دي التارجت بتاعك في البطولات بقى صعب قوي، فمن وجهه نظري مستر فيريرا يكمل المشوار حتى النهايه، وهو اللي يشيل النتائج بتاعته، سواء لو قدر ان هو يعمل نتائج افضل او استمر على النتائج دي. انت شايف خطوه رحيله ورجوعه مدياله حلول يعني؟ لا، هو دايما مستر فيريرا من 2014 2015 هو مدير فني كبير جدا، بس كان دايما بيعتمد على الجهاز المعاون بتاعه. كان معاه في جهاز معاون كان بيدرو والميدا وكده، ما جوش وكل واحد بقى مدير فني لوحده. جه معاه بالظبط، وبعد كده مشيوا معاه جهاز مصري بالكامل. انا من وجهه نظري مستر فيريرا طبعا مدير فني كبير، عمل بطولات وهيفضل اسمه وتاريخه موجود داخل نادي الزمالك. السنه دي اعتقد هتكون اخر موسم ليه مع نادي الزمالك، مش كمان فقط لنتائج الفرق، طبعا للسن خلاص، هو وصل مرحله من السن اكيد هي ممكن يعتزل بعديها التدريب او يبتعد عن التدريب يعني. يعني الحل الافضل بقاء فيريرا. بقاء فيريرا حتى نهايه الموسم. عشان لو جبت مدير فني جديد هتحمله ايه؟ صح. يعني فاهم زي بالظبط يا كابتن مثلا موسيماني مشي وجه سواريش. يعني فاهم قصدي؟ يعني سواريش لعب شويه ماتشات سلام عليكم. صح. فانا اجيب حد من اول السنه. مروان عطية صفقه كبيره للاهلي؟ صفقه مهمه في المستقبل. لعيب يعني اثبت نفسه في 3 4 ماتشات. لعيب عنده امكانيات، فانا شايف ان هيبقى مستقبل النادي الاهلي. كابتن خالد لعيب كويس جدا وعجبني امبارح امام صن داونز. شخصيه لعيب بيلعب السهل. بيلعب على قد امكانياته، بيقطع وبيسلم، عنده روح في الملعب.
وما بيفقدش الكره بسهوله وبيباصي صح. فلعيب شكله لايق يعني لعيب طريقه لعبه لايقه على النادي الاهلي لانه كمان اعتقد ان هو من اللعيبه اللي بتنفذ تعليمات المدير الفني. قندوسي لازم اشوفه اكتر من كده طبعا. صحيح. خالد لازم اشوفه اكتر من كده بس هو اكيد لعيب كويس يعني لان الكابتن حسام بدري اثنى عليه كان بيدربه وفي نفس الوقت بيلعب منتخب الجزائر للمحليين ولعيب اشول وانا اعتقد برضو ان هو لعيب مهم لان مروان والقندوسي الاثنين ملتزمين خارج الملعب زي داخل الملعب وده شيء مهم جدا في عالم كره القدم. افضل اسم يبقى مدير فني اتحاد الكوره مين؟ افضل اسم مصري ولا مصري؟ افضل اسم مصري اديني اختيارات. طيب كابتن عظيمه، كابتن طلعت يوسف، كابتن محمود سعد، كابتن علاء نبيل. يعني انا شخصيا ليه دور للفريق الاول ولا للشباب بس والاولمبي؟ مدير فني ليه صلاحيات كتير. ليه صلاحيات؟ اقول لك حاجه بس وممكن في اسامي ثانيه عشان مفيش مدير فني حد كابتن حلمي طولان يعني مفيش مدير فني جه كان ليه صلاحيات كبيره. لو ليه صلاحيات يعني في جدة حتى كمان لما جه ما كانش له صلاحيات. مين افضل اسم لو ليه صلاحيات من وجهه نظرك؟ كابتن محمود سعد. كابتن شام ما هو الشباب مش هيشتغل يعني ميدو مثلا انا وجهه نظر بس ميدو مش هيشتغل في اتحاد الكوره فانا اعتقد ان ممكن يبقى لو ليه صلاحيات وعنده شخصيه كبيره يبقى حلمي طولان او حسام البدري. شرفتني ونورتني يا كابتن خالد. شكرا يا كابتن سيف. شكرا كابتن. شكرا كابتن هشام. شرفتني ونورتني. شكرا كابتن سيف. خلصنا حلقتنا النهارده مع الكابتن خالد غندور، كابتن هشام حنفي، بشكركم شكرا جزيلا، هشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله على الف خير.